التهاب الجراب الزليل لمفصل المرفق. هناك العديد من الأجربة الزليلية المنتشرة في جميع أنحاء الجسم والتي تعمل كتبطين بين العظام والأنسجة الرخوة كالعضلات والأوتار والجلد. تحتوي على كمية صغيرة من سائل التزليق الذي يسمح لأنسجة الرخوة بالتحرك بحرية فوق العظام. الجراب الزليل للمرفق يقع تحت الجلد عند طرف عظم الزند في الجزء الخلفي من الذراع والذي يدعى الناتئ الزجي. عادة ما يكون مسطحا ويحوي القليل من السائل. يمكن أن يمتلئ هذا الجراب بالسوائل الزائدة ويتورم إذا تهيج أو التهب، وتدعى هذه الحالة بالتهاب الجراب الزليل للمرفق. الأسباب: يمكن أن يؤدي الرد المباشر كالتعرض لضربة قوية على طرف الكوع أو السقوط عليه إلى إفراز زائد للسوائل في الجراب وتورمه. قد يؤدي الاتكاء على طرف الكوع لفترات طويلة على الأسطح الصلبة إلى انتفاخ الجراب. عادة ما يتطور هذا النوع من التهاب الجراب على مدى عدة أشهر. يمكن أن تتسبب المناقير أو النتوءات العظمية على طرف الناتئ الزجي بالإصابة بالتهاب الجراب المتكرر. إذا كان لديك حالة مرضية كالتهاب المفاصل الروماتيزمي أو النقرس أو الفشل الكلوي الذي تحتاج فيه إلى غسيل الكلى، فهناك احتمال أكبر للإصابة. إذا أصيب الجراب بعدوى بسبب جرح ثاقب أو خدش أو لدغة حشرة، فسيؤدي ذلك إلى امتلاء الكيس بالسوائل الزائدة والتورم والاحمرار والألم. من حين لآخر قد يصاب الجراب بالعدوى دون إصابة الجلد بشكل واضح. الأعراض: عادة ما يكون التورم أول عرض ستلاحظه. الجلد الموجود في الجزء الخلفي من الكوع رخو، لذلك قد لا ترى التورم في البداية. في بعض الحالات يتطور التورم بسرعة وقد تلاحظه على الفور. مع استمرار التورم يبدأ الجراب بالتمدد مما يسبب الألم. غالبا ما يتفاقم الألم بالضغط المباشر على الكوع أو مع سن الكوع. لكن بعض الأشخاص المصابين بالتهاب الجراب الزليل لا يشعرون بأي ألم سواء تم سن المرفق أو لا. إذا أصيب الجراب بالعدوى الجرثومية يصبح الجلد أحمرا ودافئا. في بعض الأحيان يفتح الجراب المصاب تلقائيا ويتصرف القيح. التشخيص: سيسألك طبيبك عن أعراضك وقصتك المرضية. سيقوم بإجراء فحص سريري لذراعك ومرفقك. قد يوصي طبيبك بإجراء أشعة سينية للبحث عن جسم غريب أو نتوء عظمي. إذا اشتبه طبيبك في أن التهاب الجراب ناتج عن عدوى جرثومية، فقد يوصي ببذل الجراب أي سحب سائل منه بإبرة. يساعد سحب السائل في تخفيف الأعراض وإعطاء طبيبك عينة يمكن فحصها في المختبر لتحديد ما إذا كان هناك أي بكتيريا أم لا. العلاج: تجنب الأنشطة التي تسبب ضغطا مباشرا على الكوع المتورم. يمكن استخدام واقيات المرفق للمساعدة في تبطين الكوع وتوفير الحماية له. يمكن أن يساعد تطبيق الثلج على الكوع لمدة 15 إلى 20 دقيقة 2 إلى 3 مرات في اليوم على تقليل التورم. لا تضع الثلج مباشرة على الجلد. تناول مسكنات مضادات التهاب الاستروئيدية NSAIDs لتقليل التورم والألم. إذا أصيب الجراب الزليل بالعدوى الجرثومية، فقد تضطر إلى تناول المضادات الحيوية التي يصفها طبيبك. إذا لم يستجب التورم والألم لهذه الإجراءات بعد 3 إلى 6 أسابيع، فقد يوصي طبيبك بإزالة السوائل من الجراب بإبرة وحقن الكورتيزون في الجراب. تعمل حقن الكورتيزون بشكل جيد لتخفيف الألم والتورم. ومع ذلك، لا يشعر بعض المرضى بأي تخفيف للأعراض باستخدام الكورتيزون. إذا لم يتحسن التهاب الجراب على الرغم من الأدوية والعلاج، فقد يوصي طبيبك بإجراء عملية جراحية لإزالة الجراب بالكامل. تحتاج عادة إلى حوالي 3 إلى 4 أسابيع لتستطيع استخدام مرفقك بشكل كامل بعد الجراحة.